أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من فيديو يظهر من خلاله فتاة متزوجة تدعى ياسمين وهي ترقص في حفل زفاف صديقتها المقربة، بدون ما تعلم هذه الأخيرة أن أحد المدعوين يقوم بتصويرها، حيث قام مصور الفيديو بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا بدون إذنها. الفيديو انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أوسع نطاق، إلى أن شاهد زوجها الفيديو وشاهد زوجته وهي ترقص أمام الملأ فطلب منها الطلاق. وحسب ما هو متداول، الفتاة قدمت شكوى قضائية ضد مصور الفيديو.